مرحبا بكم متابعينا الكرام. في هذا الفيديو سنخبركم عن أبرز ثلاث إنجازات قام بها المرحوم عبد الرحمن اليوسفي عندما كان وزيرا أول. من إنجازات عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله والتي لا يعرفها الجيل الجديد: الإنجاز الأول، رفع العلاقات مع الهند القوة الاقتصادية الصاعدة إلى مستوى غير مسبوق بعد زيارة رسمية حافلة استقبل فيها من قبل الحكومة والمعارضة على السواء، وقامت نيودلهي بعدها بسحب الاعتراف بالبوليزاريو. في سياق الظرفية الحالية تجدر الإشارة إلى أن الهند هي أول منتج عالمي للكلوروكين، وسمحت بصفة استثنائية بتصدير 6 ملايين وحدة للمغرب قبل أسبوعين. الإنجاز الثاني، فتح صفحة جديدة من العلاقات مع الصين، حيث كان أول وزير أول مغربي ينظم زيارة لإمبراطورية الشرق. الإنجاز الثالث، تحقيق فتح دبلوماسي في أمريكا الجنوبية تمثل في سحب عدة دول للاعتراف بالبوليزاريو، منها كولومبيا، الباراغواي، كوستاريكا، الهندوراس، وغواتيمالا ودول أخرى.